بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أصحاب السمو الشيوخ، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بسيدي صاحب السمو الذي شرفنا اليوم بحضوره ورعايته الكريمة لافتتاح الدورة الثالثة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر.